صباح الخير. من زمان ما زرتيني بمنامي.
الخير بابا. صباح الخير. شو ماشي؟ انا كثير تاخرت، هاي الفطور جاهز واخواتي لساتهم جوا. يلا بدك شيء؟ الله معك حبيبي. يلا باي. الله معك. صباح الخير. صباح الخير بابا. عود ابني عود، عود وريح بدنك وافطار. اتأخرت انا في موعد الشغل في السنة. طيب ناكل، شلون الشغل؟ ممتاز، لا كثير منيح. بابا عود. يلا سلام. باي. الله معك. مع السلامة. مع السلامة. صباح الخير. شو الضجة هي الصبح؟ ما شاء الله شمسك عالية. يا دخيلك لاحق على شو العجلة يعني؟ مادي بابا ومتحملين بالشغل مزاجيتك هاي؟ مضطرين بابا مضطرين. ما عندهم رسام اهم مني. تفضل عود. يلا نغسل بس. يلا بنطلق. يعني حدا يقعد معي لافطر. شايف المباني كلها؟ هي كلياتها تابعة للمشروع. والمهمات اللي مثل هاي كتيرة؟ كتيرة كتير، بتخليك انت ذكي وبتستفيد كتير. كيف يعني؟ شوف يا ناجي، النصيحة كانت بجمل، وانت شب فلهوي وبتفهمها عالطاير. كل القصة انه بدك تخلي المدير يوثق فيك، وبعدين كل شي بدك اياه بيصير. فهمت علي؟ شرف معي. اهلا وسهلا استاذ، بس خليك معي لحظه لو سمحت. في عندي رحلة يوم الأربعاء، بناسبك؟ تمام تمام، تذكرني بالأسماء لو سمحت. أيوة تمام، شكرا كثير. شكرا لك أستاذ. سلام. ألو. أهلين أستاذ. والله بدي شي ساعة كمان. تمام تكرم عينك استاذ. اهلين اهلين. خير ست لمى، ليش عم تطلعي فيني هيك؟ ابدا، بس ليش اخذ الامور جد زياده على اللزوم؟ لانه امور جديه يا انسه لمى. طولي بالك، شبكي عم امسح معك؟ كانه مسحك تقلان شوي هالايام. بالله شو. ايه والله. طيب وإذا كنت أسألك عن عدنان كمان بيكون مسحت إيه؟ هون سجلنا الصافي تبع امبارح، هون مو مسجل شيء يا زلمة. هات لشو؟ بشرف نسيت. منيح لي انتبهت يا فؤاد قبل ما نرفع التقرير. كانوا عملوا لنا مشكلة من الصبح. مين بده يعمل لك مشكلة؟ صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ. ألو. صباح الخير أبو عبدو. بدنا ثلاثة قهوة سادة على المكتب. مشكور. إيه محمود؟ قلي لأشوف شو مشكلتك؟ ولا شيء يا أستاذ. بس مبارح نسينا نسجل الناتج الصافي. ايوه هلا عرفنا من شو خايف. طبيعي خاف،
ما غلطة واحدة بتروح كل شيء، وعلى مبدأ الجواب الغلط بيروح معه الصح. والله يا أستاذ فؤاد اكتشفت لك بعد كل الأمر اللي قضيته بهالشركة إنه الجواب الغلط ما بيروح معه الجواب الصح وبس، بيروح معه كل شيء صح عملته بحياتك، لك بيرجعك للصفر. والله معك حق. صباح الخير. صباح الخير. تفضل. يسلموا يا أبو عبد. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك. الله يسلمك. يسلم يا رب. الله يسلمك. استاذ الاستاذ شريف بده حدا من عندك فورا. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. قوم محمود قوم شوف دور استاذ شريف. يلا. سعيد انت؟ لحين سعيد رساله اجتك امبارح. شكرا لك. أنا توصي شيء أستاذ؟ الله معك. مع السلامة. السلام عليكم. خير أستاذ؟ في شيء؟ والله يا أستاذ فؤاد هاي رسالة من صديق قديم، صديق أكثر من 20 سنة ما شفته صور. أكثر من 20 سنة؟ والله عمر. إيه؟ اي والله عمر. صباح الخير يا حلوين. أهلين فادي. أهلين أبو الفول. شو؟ لوين من هلا؟ والله عندي مهمة خارجية. بدك شيء؟ لا سلامتك. رح شوفك المساء مع الشباب. ها؟ إيه إيه أكيد بشوفك. طيب يلا سلام. سمعتوا آخر حزيرة؟ هات لنشوف. قال شو أهم شيء بالإعلان؟ شو؟ الإعلان نفسه. سلام. مرحبا نادين. اهلين معلم. شلونك؟ الحمد لله. شلون الشغل؟ غير شكل. دير بالك الله يرضى عليك. بعيوني يا معلم بعيوني. الله يقويك. طولتي. شو بدي اسوي؟ لبين ما خلصوا البيانات وسالوا كل واحد كم سؤال. شو كيف شفت الجو جوا؟ ما بعرف عادي. هلا مش خلينا نروح لانه زياد بيكون طق وهو عم يستناني. شو لساتكم متخانقين؟ اي مثل العاده ما بده يعني يشتغل. وانت شو بدك احسن من هيك؟ اذا صاير لك ميني ست بدك ويهنيكي. اي امشي امشي بللت دخلك. هلا بس يصير لك ميني ست بدك ويهنيكي شو بدك تساوي؟ حبيبتي ما بساوي شيء، بقعد ببيتي وبلف رجل على رجل. ان شاء الله. اي امشي. عظيم هيك مليح يعطيكم العافية. طيب أنا بالإذن أستاذ. الله معك أستاذ نرجي.
شايف يا استاذ انه ناس فهمان اللعبه منيح وما رح يعذبنا ابدا. ايه بس مو دغري انطور عليه شوي، لسه عظمه طري. استاذ لا تصي حريص. استاذ لك اهلين. كيفك؟ ايش هذا شكل وهذا شكل؟ هلا ايمك من الشكل بدي اياك تروح معي مشوار. لوين؟ هلا بلا اسئله، خرج ولا لا؟ لك هلا موصد خرج و لحظة لشوف. يلا معلم. ايه نادين؟ خير شو في؟ عايزك بشغلة دقيقة بس. شو بدك؟ في امكانية اروح مشوار صغير وارجع؟ شو عليه؟ روح. ولا عاد ترجع اليوم بنوب، اساسا ما في عندنا شيء نشتغله، انا راح اضبضب المحل وانتم تيسروا يا بي. على راسي والله. يلا على السريع روح بدل ثيابك وامشي معي. يلا ايه طول لي بالك شوي شوي. خلاص يلا روح. ايه بدي اشوف هالمشوار العظيم اللي اخذنا عليه. هلا بقول لك على الطريق روح. طيب يا جماعه انا راح اقوم امشي وانتم حلوا اموركم على المحل. ماشي حبيبتي انا عن جد اسفه. لا ولا يهمك. يلا باي مع السلامه. مع السلامه رنا. ايه سلمى وبعدين؟ وبعدين بشو؟ فيك تقلي شو بدك على المظبوط؟ يا سلمى يا حبيبتي انا قلت لك شو بدي وقلت لك كمان اني ماني موافق انك تشتغلي، بس حضرتك ما رديت علي ورحتي قدمتي على الوظيفه ولا كاني موجود بحياتك. اي مزبوط انت قلت لي، بس انا كمان قلت لك اني ما رح اتنازل عن حقي بالشغل لو شو ما كانت الظروف. بس هيك يا سلمى بتكوني مصره انه نختلف. نختلف؟ شو اول مره يعني؟ ما صرنا سنه مخطوبين ما بتذكر انه اتفقنا على شيء. شوف زياد، أنا قدمت على الوظيفة وما بعرف قديش احتمال إنهم يقبلوني، بس إذا قبلوني أنا رح أشتغل ومن هون لوقتها لازم تحاول إنك تفهم الوضع. يسلموا الايدين. الله يسلمك. قديش بتريد؟ 75. تفضل. تلا شكرا. اهلا وسهلا. باي باي. كان كمان ليه؟ هلا بشرفك هي الشغلة اللي خلتني اترك شغلي مشانها؟ عأساس شغلك انت اللي فوق راسك يعني. بعدين مو عجبتك استاذ هي الشغلة؟ انت بتعرف استاذ اذا انقبلوا هدول لوحدين شو بده يصير؟ شو بده يصير يعني؟ بتصير شو؟ بدك تصير هذا شو اسمه فانكو؟ شو بده يصير؟ اي تمسخر شو عليه؟ بكره يا استاذ بس ينقبلوا لوحدتين واطلع على فرنسا. بس ماني مسخرتك ساعات. يا سيدنا اولا ان شاء الله بنقبلوا هاللوحتين وان شاء الله بتطلع على فرنسا. ان شاء الله. بس انا حابب اقول لك كانك متفائل شوي زياده عن اللزوم. ايه طبعا بدي اتفائل. تعرف ليش؟ لانه هدول فرنسيين يعني الاعتبار الاساسي عندهم هو الجداره. اخي هون ما في واسطه. طالما هيك ليش ما قدم سامر على المسابقه؟
اكيد. سامر سامر ليش ما قدم المسابقه؟ شو بعرف انا. شو ليش تكركبت؟ لا ما تكركبت ولا شيء، بس شو ابو النود طلب صغير بس في مجال. شو اخي سامر ما بدي يعرف. معلش. ها ليش بقى؟ شو مسابقة سرية يعني؟ أخي مو سرية ولا شيء، أنا ما بدي أعرف، بدك تخبره؟ أخي لا بخبره لا بيخبرني، شو بدي بهالقصة؟ تضرب أنت وياه، فنانين على بعضكم. خلص أنت هيك عيني. ولو إني حاسس إنه القصة فيها أنها. لكن ما فيها أنها ولا شيء يا زلمة، شو بتكبر المواضيع؟ أنت امشي يلا خلصني. والله ليش ما بدك تخبره؟ لكن ما في شيء، خلص. شباب. عم بقول لك أنا حاسس فيها أنها. ها، أنها، منين جايب الأنها تبعك يعني؟ أعرف أنك تستغرب رسالتي هذه بعد كل هذا الانقطاع، لكنني حين نبشت ذاكرتي لم أجد فيها سواك يمكنني مخاطبته. أتمنى بداية أن تكون بخير وأن أراك قريبا. أجل، هذا ما أود إبلاغك إياه. لقد قررت العودة إلى دمشق بأسرع وقت. طبعا سأعود وحيدا لأن زوجتي كاترين لا تستطيع العيش في الشرق، وكذلك الأولاد. أما أنا فسأقول أخيرا وداعا لباريس. باريس التي منحتني أكثر مما حلمت به، وسأعود في شوق كبير لرؤيتك ولرؤية دمشق وأزقتها وحواريها، وشوق أكبر لأوقات الفراغ الطويلة التي لم نكن نعرف بما سنملأها. وداعا الآن، وسوف أبلغك حين أحدد موعد العودة تماما. صديقك ياسر. فكر يعني ليش بدنا نشتري طواقي نصمدهم هيك فوق راسنا؟ بلكي بنصير فنانين كبار مثل الاستاذ هون والاستاذ. ان شاء الله بيصير. برافو عليك، احسنت، بس لازم يكون معك حق الطواقي يا استاذ. هلا انا برايي حاجه فلسفه انت وياه، بعدين حبيبي هي الموهبه شغله ربانيه من عند الله. من عند الله يعني الله ما وهبكم اياها، شو بدنا نعمل لكم؟ لا والله. لك انت من كل عقلك عم ترد عليهم، شو بدك فيهم يا زلمه؟ هدول ناس عاديين ما لازم ينحكى معهم اصلا. نحن ناس عاديين. على فكرة هذا بدي خبرك خبرية يمكن سيئة. شو؟ أنا إنسان عادي. لا يا زلمة. أي والله. لا أنا عادة منك بكتير. سمعنا سمعنا، أي ما في أغلظ منا غير أنت. صحيح فادي، خلينا هلأ بالمهم. المركز الثقافي الفرنسي عامل مسابقة للرسم. سمعت عنها؟ إيه سمعت. كل مرة بتيجي لعندي بتكركب من فوق لتحت. ما بعرف شو بيصير لي. أوف. حلوة كل هالقلب؟ حلوة بس. ايه؟ وشو ناطر؟ ليه ما عم تحكي معي؟ ما بعرف، حاسس في مشكلة. ولك مشكلة شو يا زلمة؟ يعني هي أكبر مني. أيوة. ايه مو مشكلة. الحب ما بوقف بشو عمر. غير إذا كانت أكبر منك بشي 30 سنة. 30 سنة؟ قوم دلسونا، قوم. قوم عندك شغل بكرة. لو أنا قاعد مثل مجنون عم بحكي لك، اضرب بها المنظر. نزار؟ تفضل، شو بدك؟ هلأ أنت صار لك سنتين بالشام صحيح، بس جو اللاذقية مأثر عليك. ما فهمت، كيف يعني؟ يعني متعود على الرطوبة تبع الساحل، لهيك بتضل تنبل. أنا تنبل؟ بدك تنام؟ شو؟ أها البطء ميلان كونديرا. يا سلام، شفت إنه معي حق؟ بدك نام نام، حاجتك خلاصة يا زلمة، يا نام يا لطيف. خلاص خلاص رح نام.
بس لا تنسى تطفي الضوء. ها خلاص ما راح انسى، ما راح انسى. صباح الخير بابا. صباح الخير. شو وين اخواتك لسه ما فاقوا؟ لا فاقوا. وين نزلوا؟ وين نزلوا؟ ما اليوم يوم جمعة. يعني حرام نقعد يوم واحد بالاسبوع مثل العالم والناس مع بعض. بابا فيك شيء؟ لا. ليه عم سأليني؟ لأن سألت عن اخواتك. لا بس حاسستك انك من الصبح منرفز. نرفز؟ لا لا لا. أنا مالي. هاي الكلمة الأصح. بالشغل ملل ويوم الجمعة بملني أكتر. أهلا فشر الملل. هلا أنت كمل فطورك على رواق واستمتع برفقتي. شو بابا؟ ليكون مو عجبتك رفقتي؟ لا ولو ما قصدت حبيبتي. طيب وإذا مو حابب تقعد معي شو رأيك تنزل على القهوة وتستمتع أكتر؟ إيه بقدر أنزل على القهوة لحس بالملل أكتر. غير انه ماشي الحال الحمد لله. انت كيفك؟ لا ما في شيء بس مو جعبالي اليوم اطلع برات البيت. حتى زياد كثير اصر علي بس مو جعبالي اني اطلع. ما في شيء بس هيك جعبالي اقضي نهاري بالبيت. عن شو؟ لا اطمن ما صار شيء غير مثل العاده. خلص ليكي بس لشوفك بحكي لك. بس بدنا نجيب نتائج المسابقة. طيب ماشي يلا باي باي. شو ماما؟ بابا وين؟ راح السوق يجيب شوية أغراض. صحي كيفو زيا؟ منيح؟ ايه عملت لك قهوة. ايه يسلم. ها يعني ما بدك ترجع اليوم على العشاء؟ خير في شي؟ ما في شي بس حابة نجتمع اليوم على العشاء. وشو المناسبة؟ المناسبة هو سؤالك هاد. يعني ناجي انت مو ملاحظ انه نحن صايرين ما عم نجتمع ابدا؟ بصراحة انا حاسة انه البابا متضايق ومتحسس من هالموضوع. ايه يعني واذا منتعشى بيقوم هو بينبسط وبيرتاح؟ هلا انا عم بحكي عن جد. بعدين يا اخي قيسها بشكل طبيعي، شوف قديش قلنا نحن ما اجتمعنا. طيب شو بدنا نعمل؟ هي ظروفنا وشغلنا. ايه بس يعني اذا بنقدر نريح حدا وبيطلع بايدنا فليش لا؟ طيب انا عندي هلا موعد ضروري وما فيني اتاخر. يعني شو؟ خلص حضرتك بدك انا نتعشى تكرم عينك منتعشى، اي اوامر تانية؟ ممتاز. يلا سلام. ايه ناجي ما تنسى اليوم ها؟ ليش شوفي؟ لك العشاء. ايه ايه خلص. يعني ما بعرف حكينا بهالقصة نحن. حكينا
بس نحن عم نحاول نفهمك ما عم تفهمني. عم تفهمني؟ ايه فهمت عليك، بس انت مكبر القصص يعني مثل عادتك. هلا انا عم مكبر القصص ومثل عادتي؟ هلا هي المشكلة برأيك استاذ؟ هلا كمان حضرتك مو شايفة مشكلة؟ انا برأيي بالعكس، حتى اذا بدك في ناس كتير بيعتبروها ميزة، على اساس يعني انه الاكبر بالعمر بيكون بالعادة هو الأسوأ حظا بالعلاقات العاطفية. بس اذا ما كان هيك فعلى القليلة انا شخصيا ما بشوفها مشكلة ابدا. هذا الحكي اللي بينساه، بس تعال فهمه الاستاذ. والله يا شباب يعني معلش طولوا بالكم علي شوي، خذوني على قد عقلي. انا شايف انه في مشكلة بينه وبينها بالعمر، صح حاسس بهذا الشيء، بس كمان حاسس انه في مشكلة تانية. ماشي، شو هي؟ شو هي؟ اخي المحل بنت حلوة كتير، يعني حلوة لدرجة انه انا بس شوفها عم بحس حالي انه واقف قدام باب الجنة. حلو، طيب هذا الشيء بيخليني انا ما افكر ابدا مطلقا انه انا احكي معها باي موضوع. عم تفهموا ولا ما عم تفهموا؟ لك ايه، بس هلا انا شو برايي؟ انا برايي انه انت تروح تقول لها هذا الحكي لها مو قلنا، يعني هي رح تنبسط فيه اكثر من مو هيك. وانا برايي انه نقوم نمشي لانه شكلنا رح نقضي اليوم كله هون. يلا قوم قوم. لا لانه انت عم تتظرف يعني ما بعرف شو. فوق محل انانك مشكلتك، تفضل. لا تنسى دخانات. لا لا لا. أنا واثقة إنك رح تكون شخص كتير مهم بالمستقبل. آخ يا نادية، يبدو إنه الزمن وقف عندك. هاي صرت عبواب الخمسين وكل اللي عملته إني ضليت بوظيفتي. يا الله يا نادية، يا الله، هالمرة إحساسك خانك. مضى العمر وما قدرت أعمل شي بحبه. بيجيب سامر كل الأفكار. لا عم، حتى الخربشة تبعه فيها شي مهم. قال شو؟ أنا خنون وهو هاوي. شو؟ ليش قاعد لحالك؟ لا ولا شي. يلا قوم قوم اقعد معنا، ام فادي بدون قعدتك ما بتنبسط. يلا قوم. يلا جاي. لك خلص جاي، اسميني انت جاي. لا تاخر. لا لا. لك شو بك حبيبي قاعد لحالك؟ والله العظيم اشتقنا لك. ما بتشتاقلك العارفه، احلى ام بالدنيا كلها. لك دخل عينك، قل لي شو بدك تاكل؟ شو حط لك؟ خلص ما بتفرق شو ما كان. لك نيالك شو بتحبك امك؟ لا جنب بابا. طمني كيف شغلك؟ ماشي الحال تمام. يا الحمد لله. كيفك سوس؟ منيحه. ليش ما تريد باخر الاخبار؟ لا والله، اعطي لشوف يا وكاله الانباء. يا سيدي اختك سلاف انخطبت اليوم. اوف 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 اوف، وليش ما حدا خبرني لهلا؟ ولا انا ماني محسوب عليكم يعني؟ لك حبيبي انت ليش حدا عم يشوفك لحتى يخبرك؟ وانت مقصوفة الرقبة وليه؟ لسانك بدي قصه،
هلا الحكي اللي حكوه بتسميه خطبه؟ يعني الجماعه هيك لمحوا تلميح. هلا كل الحكي اللي حكوه بتسميه تلميح؟ ما كان ناقص غير يجيبوا الخواتم معهم. لا يا سيدي، سولاف انخطبت ووافقت كمان. ان شاء الله الف مبروك. طيب وانت يعني ليش ساكتي وتركتيهم عم يحكوا عنك؟ لا ولا شيء. طيب ومين سعيد الحظ؟ بعرفوا شيء؟ رشيد ابن خالتي. رشيد؟ سولاف معقول؟ ليش ساكتين؟ امبارح دفعت فاتورة التليفون 3000 ليرة. شو هذا؟ مالها طعم المرتديلا؟ حكى بدري. شو ما عجبتك المرتديلا بيكاسو؟ اي مو طيبة. منكون صحتين هنا. بالمناسبة القراية على الأكل العادي غير مستحبة. عفوا. لو كانت الماما معنا كان في كتير أمور رح تتغير. بابا ملاحظ إنك من زمان كتير ما عاد ذكرت الماما. عيب معك حق، بس أنا لما بتذكرها ذكرها لحالي. يعني أنا وقت بتذكر الماما بتذكرها مثل الحلم، يعني ما كتير بتذكر التفاصيل. أنا بتذكرها كتير منيح. بتذكرها أكتر شي لما كان بطنها كبير وحاملة بسامر.